ما الكرة ما فيهاش واسطة، كله بيفرد نفسه بموهبته بقدراته الكروية، فبالتالي أكيد شيء مهم جدا. النادي الأهلي بيبص دايما على الموهبة وعلى القوة اللي ممكن تفيده خلال المراحل العمرية المختلفة. عشان نقرب من الحدث أكتر ونعرف كل التفاصيل الخاصة بالاختبارات، نروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي. يا فاروق مساء الفل عليك. مساء الفل، مساء الخير عليك زميلي امير وعلى كل جمهور ومشاهدي ومتابعي في شاشه نادي الاهلي. اتكلمنا يا فاروق عن الاختبارات النهارده، وخصوصا النهارده كان اول يوم بالنسبه للاختبارات في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. قول لي الاقبال كان عامل ازاي، قول لي عدد المواهب اللي ممكن تكون شفتها النهارده او اللي تم اختيارها من قبل المسؤولين والمدربين في النادي الاهلي. خلينا نبدا معاك زميلي امير من البدايه. النهارده زي ما حضرتك عارف اليوم الاول لاختبارات قطاع الناشئين في النادي الاهلي المرحله الاولى مواليد 2009 و2008 و2007 و2006. بدأ اليوم طلقت بداية الاختبارات الساعة 8:30 صباحا، حضور لكل منظومة قطاع الناشئين بالكامل، بداية من الكابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين، الكابتن هاني رمزي نائب رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني، وجميع الأجهزة الفنية كاملة والأجهزة الإدارية والأجهزة الطبية. عايز أقول لحضرتك إن الإقبال كثيف وبسرعة كبيرة، يعني أنا اتفاجئت إن في ناس جاية من محافظة أسوان، ناس جاية من محافظة كفر الشيخ، اسكندرية، الشرقية، المنصورة، أسيوط، سوهاج، من البحيرة، كل المحافظات، يعني نقدر نقول كتير. حلم اي لاعب واي ناشئ ان هو في يوم من الايام يبقى لاعب ضمن صف النادي الاهلي. النهارده يعني نسبه الشطور او نسبه اللي حصل على استمرار اختبارات قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يعني نسبه تجاوزت ال 10,000. تمام، 10,000. نسبه تجاوزت بالظبط ال 10,000. بالنسبه للاجهزه الفنيه، عايز اقول لحضرتك كل ملعب بتقسم عليه لجنه مقسمه من اربع افراد، اداري واثنين مدربين، اثنين مدربين قاعدين على بره على اللجنه، وواحد او اثنين موجودين كمان في الملعب. يعني اللجنه بتتكلم في لجنه مقسمه من حوالي خمس او ست افراد، كل في الملعب قاعدين بيتابعوا. نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، ان نقطه المعايير اللي موضوع من قبل بالظبط دي اكيد جزئيه مهمه جدا. يعني اكيد في معايير يا فاروق قلنا عليها من خلالها النادي الاهلي بيختار المواهب اللي ممكن تكون موجوده في الاختبارات. خليني في البدايه زميلي امير نتفق في امر مهم جدا، ان تيشرت النادي الاهلي وقميص النادي الاهلي تقيل، مش اي حد يقدر أكيد يشيله. اكيد ونوعيه لعيب النادي الاهلي بتختلف عن اي لاعب تاني، دايما انت بتدور على اللعيب اللي عنده شخصيه النادي الاهلي، دايما بتدور على اللاعبين، بتبص كده بتشوف مين النجوم ومين الاساطير اللي كانت في تاريخ النادي الاهلي، وتحاول تدور على ابو تريكه، تدور على الخطيب، تدور على وائل جمعه، على النحاس، على عماد متعب، على بركه. ففي معايير صعب شويه يا فاروق من قبل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي النهارده مع الكابتن فتحي مبروك والكابتن هاني رمزي، قال لك في عندنا معايير، معيار القوه، معيار السرعه، معيار المهاره. يعني اللعيب لو عنده حاجه من الثلاثه دول احنا بنفتح له باب النادي الاهلي، يا ريت يكون عنده الاثنين، يا ريت يكون عنده الثلاثه. فهي دي اهم المعايير اللي تم وضعها من قبل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا، ان في بعض اللاعبين من اول اختبار تم الاستقرار عليها. الموهبه فرضت نفسها اكيد. طبعا الموهبه بتفرض نفسها طبعا. يعني ما فيش عددهم كام يعني يا فاروق مثلا؟ عددهم كام؟ عدد اللي تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي. يعني انا هقول لحضرتك ان بالنسبه لمواليد 2009 في اكثر من اربع او خمس لاعبين من اول اختبار، من اول ظهور. لا في اجماع بالكامل، يعني اذا بتتكلم في معيار القوه، لا في لعيبه عندها القوه والسرعه والمهاره. في لعيبه عندها السرعه والمهاره، في لعيبه عندها القوه والمهاره، في لعيبه عندها القوه والسرعه. ففي والموهبه شايفينها في المراحل السنيه 2009 2008 فارضين نفسهم. يعني في بعض من اللي بقول لحضرتك عليهم مواليد 2009 اول مره يدخل اختبار. تمام. منهم اللي كان بيلعب في اكاديميه، منهم اللي ما كانش بيلعب خالص في اي مكان. في بعض اللاعبين طبعا هيتشافوا في المرحله الثانيه اللي تم اختيارهم، يتحدثون معاهم يوم 10/7 لمرحله التصفيه الثانيه. النهارده ايضا يعني الاختبارات انتهت الساعه 8:30 ظهرا. تم تحديد موعد ان نظرا لاقبال وكثافه الاعداد الموجوده، القطاع الناشئين والمسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي قرروا ان هم يمدوا او يبداوا بدري، يعني ان شاء الله هيبقى من الساعه 7 صباحا غدا هيبقى بدايه الاختبارات وبيع الاستمارات.
هتستمر لمرحله المرحله الاولى الاحد والاثنين، ثم المرحله الثانيه المواليد 2000 و2003 و2005 و2004 و2003 و2002 تبقى يوم الثلاث والاربع والخميس. طيب دي المراحل الخاصه بالاعمار السنيه، لكن المراحل الخاصه بالاختبارات نفسها يا فاروق، يعني عشان لاعب مثلا يكون بيطمح ان هو ينضم للنادي الاهلي او لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيمر بكام اختبار برضه عشان نوضح للناس اللي بتسمعنا دلوقتي؟ لا هو في، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو مثلا بيتم تحديد تصفيه اولى وتصفيه ثانيه وتصفيه ثالثه، تحاول تنتقي من افضل عناصر، وبعد كده بتعمل دمج لمجموعه اللاعبين اللي عندك في الفرقه اللي هي القوام الاساسي للفريق. يعني اخترنا عدد مثلا من مواليد 2009 بتبدا تدمجه عندك في العناصر الاساسيه اللي عندك في الفرقه، فبتبدا تشوف، يعني شيء طبيعي انت لازم اللعيب اللي يجي لك يكون على اعلى من المستوى اللي عندك او قريب شويه من المستوى اللعيب اللي عندك بالظبط، فبيحصل لهم عمليه دمج مع القوام الاساسي بتاع الفرق، وتبدا من خلال ذلك الرؤيه بتتضح لك اكثر. النقطه الثانيه المهمه، يعني عايزين برضو نوضحها لبعض اولياء الامور. النهارده الكابتن فتحي مبروك من البدايه يعني خلى كل لاعب ينزل بالكوره، يعمل المهاره بتاعته بالكوره، بحيث انه يخلي اللاعب يفك من ضغط ده شيء مهم، الخوف شيء مهم جدا في البدايه. حتى يعني مده التقسيمه او فتره التقسيمه لكل مجموعه بتبقى اكتر من حوالي تلت ساعه او 25 دقيقه، بتدي فرصه اكتر ان اللعيبه تبان وتشوف عدد من اللاعبين، وكل لاعب ياخد حق. النقطه المهمه ان في بعض اولياء الامور يقول انا لا الاختبارات بالواسطه، يكون او اثنين او ثلاثه وما خدش اختيار. اتكلمنا في النقطه دي، الواسطه عمرها ما هتفرض نفسها على لاعب ينضم للنادي الاهلي، دايما الموهبه هي الاساس والمقومات الخاصه باللاعبين اللي ممكن ينضموا لفريق بحجم النادي الاهلي او لقطاع ناشئين في النادي الاهلي هي دايما اللي بتفرض نفسها وليس الواسطه طبعا يا فاروق. الو سامعني يا فاروق؟ سامعك يا كريم. تمام اتفضل. الو طيب زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، يمكن قال لنا كل